يوم المخت اليوم مصيبة الحسين ليلة كل الأنصار والأهل كلهم موجودين ويا زينب بالخيام ويا الحسين والعباس. اليوم مو بس أنا أقرأ، اليوم كلكم تقون وتواسون زينب ويا زينب، وتشوف هذا الليل من جن عليها لكن وياها أخوتها وأهلها زينب، وقامت تخاطب هذا الليل زينب. يلا كلكم وياها، شو تقول زينب؟ يا ليل طويل ساعتك، يا ليل تحمل آهاتك، يا هاتك لو ودعت الويليان تتولان العدوان. يلا يا إش ما تطول وياك ساهي، ما أمل من البواجي حتى لو تعمى النواضي، أحسين بس هالليل يمي ما تشوف عيون باجي. صدقني يا ليل القهار يا ليتك اطول دهار، خايف من اشباح القدر وخاف اضل مكسوة خاطر. يا ليل ويا زينب يلا يا ليل طويل ساعتك، يا ليل أحمل آهاتك. أنا يا ليل العقيل زينب المعروف خدري، شافه ولا ستر يوصل الستر، لكن يا ليل اش بدي سلمت للقدر امري، دمعاتي بسنب الجفن من يطر مصباح الحزن. ويلي على زينب بطفال وبعيل امتحين، والله ما ينحمل صبري. يا ليل أحمل آهات. اسمع زينب، والله خنقتني العبرة شلون أوصف هالمسية، مثل سرب القطا طلعت من الوداع فاطمية، ويتك تشاهد بناتك علي يا حامي حمية، يندب
بهن حسين اسمعن كلهن فرد فزع فزعن ويا الولي يتوادعن هاي روحه وبلا يا جيه تهل دمعة الحزن يمه وسكن الحسين ابو اليمه راحت بلهفة شمه وليالا للأكبر ولدها هو تفوق تصيح يمه وغملة ويجاسم جاعدة تضفج عودة ناشدة ارحم دليل الوالدة وللصدر قامت تضم يا ليل طاول يا حنت النوق البجيه رباب الليل هاي تعاين العبد الله طير الجنه نايم فوق ديه يفز لو رادت ترضعه من يروح يدور ثديه متهني بنها بنومته خافت يفز لو رضعته قامت تصد رقبته طاحت وفقدت وعيها يلا اخمر يا ليل يا ليل أحملات يا ليل أحمل ساعة زينب العباس أخوها تعنت وقامت تنشدي خويا بيا شلون باكر قل لي يا راعي المودة يا كفيل الضعن ضعني للوطن يا غول يوده عباس انت اللي قلت وياي قوم وامني يا الأخوبية تكفلت شلون أقع بشدة يلا هيا يا بعد وين نريد نروح الليل تشوف الحسين والمخيم والنساء والجيش قد استحوذ على مخيم الحسين حاوطوا ابو علي من كل الجهات الليله الحسين متحير بامغه يلا كلكم تشيلونها وياي ويا زينب يقل لقوم يا حيدر يا حامد خيل دارت على ابنك زلمها وخيلها يا خيل عند خيل وزلم عند الزليم
صوبة عد صوبة وعزم عندي العزم بالطفا والهم تخدش عم الهجيب مصولة بعلامها وجهدها وحالها بعلامها مصولة وعلى حسين توا ابو عليها وجرت البصرة على الكوفة انتويت كلها تعزلت يا علي كلها تعزلت والجيمة بسبعين الف تعزيلها وسدت فجوج الفلا وريح الهوى وريح الغوى تعزلت سبعين كل جيمة بلوى واللوى بسبعين الف تعزيلها تعزلت وتصيح يا ثار الوليد اليوم ياخذ من علي ديونه يا زيد شكو دقت بدمامها وتهجم تويد هجمة الكعبة بعساكر فيلها يقول تجمع الحسين سلام الله عليه جمع أنصاره وأهل بيته يقول قعد ويا الأنصار الحسين وقام يخطبهم أبو علي قال لهم روحوا قبل أن يأتي الصباح وأنتم على حل مني اذهبوا واحد قال للحسين قال له يا مولاي لو أقتل ثم أقتل وأقطع ثم أذر بالهوى لا أتركك يا حسين ما عوفك يا مولاي يا أبا عبد الله وقالوا احنا اللي نبتدي القتال الانصار احنا اللي نبتدي القتال يقول من اللي اجى اجى العباس سمع كلام الانصار ويلا ويا ابو فاضل يقول تفع عباس وحده وصاح الجدال والهاشم قال وعلينا النزاع والأنصار التناخت قالت محال بالنفوس احنا الذين افتدت يلا والهاشم قال والعز بالصقار والهاشم التنهض بالحمول الثقار والهاشم التنهض بالحمول الثقال والكلافة للكلافة تشيل صاحت الأنصار ذل على الأنصار نقص تبدي هاشم نقص ونصير عار ليش طلقنا النسا وعفنا ديار شنو كونك للمجد نجريلها نجري حق المرتضى وحق البتول اتجمعت شبان غوشيب وكهول قالوا يا ابو اليمة اشتقول صحبتك يا هاشم التبدي قال
أصحابنا تبدي وسالة العين وهز حبيب العلم عد وجه الحسين قال اليوم نقلبها ونشد الدين بعد والهموم العليك نزيد. زينب سمعت هذا الخطاب من الأنصار ويا الحسين طلع صوت زينب من داخل الخيمة صاحت صاحت يا أهل الشيم هذا محلكم محلكم يوم للمازمة تدخل هما والله ما غيرنا بيكرام منكم تخلون بالذل حرامكم. يقول جاه الحسين جاه العباس زينب أخي ماذا تقولين أنا موجود. شكلت له زينب تقل يا ابن والدي قلت الحيلة جليلين والجيمة ثجيلة احتواها يزيد بزلمه وخيلة انا لو وقع حملة يا غول يا شيخ يقلع دعيناك عد عيناك لا يصفر لونك شحدهم يا زينب يا أصلوني يا عيج أنا من والدك وقوة عيوني يا ولا خبط الكون كل يا خويا يا جلس بالخيمة ومنو اجت فخر المخدرات زينب سلام الله عليها. شو يقول الشاعر؟ يقول زينب لفت يم حسين لكن قاطع بالهم تقل يا ضوى عيوني علي من الفزع ملت تعنت ليل الخيمة وتفس الصخر ونته طبت قعدة قباله وعلى خده دمعته تقل عليك ظل عمك المظلومة ومصيبته سولف لي ماي العين لا تخفي علي حسين علي من هالفزع صوبين واشوف بكثر عج الخيل وادي كربلا غير اويلي من سمعها حسين سالت دمعة عيونه يقلها خاف اسولف لك ووجهك ينخطف لون بجتلي وجتله هالبيتي يا اختي القوم يردونه ولابد ما تشوفينه فوق الثرى مقطعينه يا زينب لا تنوحينه عينك علي دام النار لو شفت بالمخي تقل الكاتبك يا حسين من هالناس شاوينا يقلها يا ماي العين كلها انقلبت علينا تقل حمل ضعونك وسدوا للوطن ذينا يقلها ما يخلوني أسس ويا أخويا بضعوني نيتهم يجتلوني ولا بد تشوفيني وشيبي يقطر من الدم هنا اسمع والأكبر على الأرض مطروح
يا اختي عيونك تشوفه وجاسم عالثرى مرمي ابدال العرس والحافه وخوك على النهر نايم ويما مقطع جفوفه ويما رايته وجوده وعينه بسهم ممروده بطل حالي على زنوده لو شفتيه بكتره وجسمه على الثرى مخذب بعد يا ابو علي ايش عندك ويا زينب يقل اخويا يا اختي وسهم المثلث بدلالي تشوفين وعبد الله الطفل يا اختي بدم نحرم طوقينا بعد ولو شفت الشمر يمي بعد ولا تحاجينا تراه يقطع بنحري ويتربى على يا زينب عايني وصبري لمن يحكم الباري وهو بخالنا أرحم ذكر باب المقاتل والزيار عندما أتت الرباب علي السلام إلى عقيلة الطالبين زينب قالت لنا مولاتي زينب خذوا رضيعكم فقد جف لبني وأصبح له ثالث يوم لم يشرب الماء فأخذته زينب إلى الحسين عليه السلام قالت أخي يا حسين ويا نور عيني يا أبا عبد الله هذا رضيعك قد جف لبن أمه ولم يشرب الماء لثلاثة أيام فخذه إلى القوم ربما يغق قلبهم عليه قال أخي زينب هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان وصافحت يدهم يد الظالم وملئت بطونهم بالحرام قالت خذوا بالحالة القماط يمكن أن يغقوا عليه فأخذه الحسين بحالة القمار وذهب به إلى القوم قال أيها الناس ما الخطب الفظيع هل أنا المذنب أم هذا الرضيع على ما تقاتلوني على سنة بدلتها قالوا بل نقاتلك بغضا منا لأبي فقال فرفع الرضيع وقال أيها القوم هذا رضيعي فقد لف فقد جف لبن أمه ولم يشرب الماء أيها القوم فانقسم القوم إلى قسمه قال أخذوا واسقوا وأرجعوا إلي فانقسم القوم إلى قسمين قسم قال ارموه وقسم قال لا ترموه أو قسم قال اسقوه وقسم قال لا تسقوه فغنى عمر بن سعد أتى إلى حرمل بن كاغل قال يا حرمل اقطع نزاع القوم قلت ما أنا صانع قال ويحك أما رأيت رقبة الطيف كأنها إبريق فضة ألا لعنة الله على حرمل وعلى من اتبعه على ذلك يذكر أرباب التاريخ أن المنهال ابن عمر دخل إلى الإمام زين العابدين في المدينة دخل عليه وسلم عليه
قال السلام عليك يا مولاي يا علي بن الحسين. قال وعليك السلام. قالت له يا مولاي كيف حالك؟ وقال هل لنا حال من بعد يوم كربلاء؟ وماذا فعل حرملة بوضيعنا؟ قلت له ما الخبر يا مولاي؟ قال ما فعل بوضيعنا بيوم كربلاء. قلت له قال لي يا من غال كيف حال حرملة؟ قلت له يا أمير إنه بأمان وصحة. فرفع يديه إلى الدعاء وقال اللهم أصله حر الحديد وأصله حر النايا. قلت آمين يا رب العالمين. فاتجهت إلى الكوفة ورأيت الناس متجمعين. قلت ما الخبر؟ قالوا يا منهال ألم تسمع بكلام المختار وحملته يا لثوات الحسين؟ فقد وجدوا حرملة مختبئا في دار امرأة وها قد أتوا به الثائر. فقال المختار اعطوني او ائتوني بالحديد والزجر. فقلت ايا سبحان الله. التفت الي المختار شزرا قال لي ان التسبيح في موضعه جميل. قلت يا امير اني سبحت لمعنى إني كنت عند الإمام زين العابدين ودعا بهذا الدعاء وأنت السبب في قضاء حاجة الإمام. قال الحمد لله وسجد شكرا. التفت إلى حرملة قال يا حرملة ما وظيفتك بيوم كربلاء؟ قال يا أمير أعطوني سبعة سهام أخطأت بأربعة وأصبت بثلاثة. قلت ما هم السهام؟ قال يا مولاي إن السهم الأول رميته بعين العباس. والسهم الثاني في رقبة الرضيع بعد. والسهم الثالث ذو ثلاث شعاب رميته على قلب الحسين. أين المنادي وحسينا وإماما؟ فيقول عمر بن سعد التفت إلى حرملة وقال له اقطع نزاع القوم. قال وضعت السهم في كبد القوش وكنت أنتظر موضع ضربه. أجاكم الله فكان من ديل على رقبة الرضيع فحركه الهوى وبيان بياض رقبة الرضيع ورميت ذلك السهم وذبحته من الوريد إلى الوريد. أين المنادي وسيدا؟ أين المنادي ورضيعه؟ فتلقى الحسين الدم بيده. هنا موقف كسر قلب الحسين. شنو هذا الموقف؟ عندما أحس الرضيع بحرارة السهم أخرج يداه من القمار وضم الحسين وقام يرفرف كالطير المذبوح. فتلقى الحسين الدم بيده ورماه إلى السماء وقال يا الله
اجعل واعظم اليك من ناقة صالح وفصيلها تلقى حسين دم الطفل اش حالي ينذبه بحي جاوله وتوز جنفه يا ويلي من دم ويل ودب للسما وللقاع ماخه. يقول وجع الحسين الى المخيم، شلون وجع ابو علي؟ تخيلوا هذا الموقف، هذا يبكي الرضيع، لكن الرضيع كان السهم بنحو مفطوم. الحسين هكذا، شوف شوف وياي سوى ابو علي، جاب الرضيع وغطاه تحت ردائه. يقول من وصل المخيم منو تلقته؟ تلقته سكينة، قالت ها اخوي عبد الله اكيد شرب الماي. وسكت اخويا الحسين رفع رداءه، واذا ترى باخيها مذبوح من الوريد الى الوريد. تقول له تغطيه يا ابو يا الطفل عني تغطيه، انا ما يعالج ابو يا حسين اصدني اشوف ميت ومات رجلي. اخويا شنو الذنب لمسوي حتى القوم ماي ما يسجن؟ يا حتى القوم ماي اعطاه لزينه، قال اخي زينه خذ الرضيع ودي الى الخيمه، لكن لا تخلين الرباب تشوفه على حل غفل. هذا وليته ما تقدر تشوفه بهاي الحاله. يقول ودته زينه، من رات الرضيع صرخت وولداه ورضيعاه حتى وصلت الى الخيمة. يقول خلنا الرضيع وقام يبكين بهداوة النساء، بهيدا يبكين النساء. يقول اجت رملة مسرعة مدهوشة، سيدتي زينب وين ابن عبد الله؟ وين وليدي؟ ما شوفوا وياكم. التفتت اليها سكينة، اش قالت لها؟ تقلها يا رباب يا رباب اخويا بركبت السهم صابا الصابا يا انا بروح لابو يا وسط وعتابا والله ليش مذبوح الطفايا هيا شافت ابنها الربا. يقول انحنت على وليدها مولاتي، انحنت على وليدها الربا، سعد الله قلبك مولاتي. شلون هاي حاله؟ وام فاقده ابنها، وانا ادعي ان شاء الله بحق الرضيع بهاي الليله اللي ما عنده ذريه يرزق ان شاء الله بحق الحسين والرضيع يا الله. وهذه ام وتشوف ابنها مذبوح بحجرها. العادة الأم من ابنها موجود بحجرها، شو تقول له؟ شو تسولف له؟ ها؟ شو تقول له؟ دلي الله يا الولد يا ابن دلي الله يا عبد الله
يا ابن دلله يلا يلا تعبيت بيوباك وسارت الليالي أبدها يا ما كانت بالي شنو هاي يلا كلكم وياي أهز بالمهد والمهد والله باب أم الرضيع تقول بيت الدعاء يلا باب أم الرضيع تقول أفزن من نومتي وأسرق حسبالي بجا وليد وقعد يوم أفز بالليل مغروبة حسبالي بجا وليد وقعد يوم عجب لها بالأمس أنت تصونها واليوم يلا عيد لك عيد لك البيت يا بيت يا بيت تقول يا ابني يا ابني تعبت برباك وساهرت الليالي أبدها يا ما كانت طالي أهزن بالمهد والمهد الحيل ان شاء الله لا باكر ولا على الحسين ان شاء الله ما جويت ان شاء الله جزاكم الله خير الجزاء موفقين موفقين ان شاء الله واجوكم على الزهره هاي الدمعه ودمعتك تنزل ان شاء الله مدخوره لك بهذاك اليوم نرفع يدينا للآية المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله إلهي أولى دعوانا عجل لوليك الفرج والعافية والنصر إلهي اجعلنا من أنصاره وأوديائه والذابين عنه والمجاهدين تحت لوائه والطالبين معه بثار الحسين يا الله إلهي شافي وعافي جميع المرضى وسيما المظلومين يا الله اقضي جميع الحوائج يسر جميع الأمور
وارحم اللهم من في القبور وسدد الديون يا الله. لا يوفقنا في خدمة الحسين، لا لا تحرمنا من خدمة الحسين، لا اجعلنا من البكائين على الحسين، لا انزغنا في الدنيا زيارة الحسين واخي ابن فضل العباس واختي ام الحوراء زينب والأمة المعصومين جميعا وبالآخرة شفاعتهم. ان شاء الله اخواني غدا قراءة المختم الفخر في الساعة السابعة والمختم بمصر إن شاء الله في الساعة الثامنة صباحا، ما جميل إن شاء الله. اللهم بلغ أموات الحاضرين والسامعين والمؤسسين لهذا المجلس المبارك، ومن ليس لديه ذاكر يذكره، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.